إذا متابعينا الكرام، متابعات قناة اس في جودة، سعد الله اوقاتكم اينما كنتم. مباشرة معكم من هنا من مدينة مراكش، من مدينة الباجة، القافلة اللي خرجت من مدينة اسفي والملقبة بقافلة الخير كتوصل في هذا الاثناء لمدينة مراكش. وتبارك الله الكمية ديال التبرعات اللي تبرعوا بها الساكنة ديال مدينة اسفي فهي كمية كبيرة الحمد لله. فراه كاين ازياد متابعينا الكرام من 20 سيارة صغيرة، وكاين ازياد من 20 ترونزيت، وايضا جوج ديال كاميو وبيكوب، وايضا هاد الرموك من الحجم الكبير. اذا تحيه لجميع جنود الخفاء اللي سهروا على انجاح هاد القافله، قافله الخير. علاش كنلقبوها بقافله الخير؟ لانها قافله ماشي من دعم شي جهه معينه، ماشي من دعم اي جمعيه، فهي قافله ديال ابناء الشعب، قافله ديال ساكنه مدينه اسفي، قافله ديال كل كبير وصغير في المدينه، قافله ديال ولاد الشعب. ولاد الشعب ما يحس بهم الا ولاد الشعب. اذا كيف ما تلاحظوا الحمد لله كبير وصغير كيتواجدوا الان بمدينه الباجه، بمدينه مراكش، باش انهم يستراحوا ويكملوا الطريق ان شاء الله للمناطق النائيه، المناطق المتضرره من الهزه الارضيه اللي ضربت بلادنا. وكيف ما تعرفوا في هذه الهزه الارضيه فراه خلفات يعني الالاف من الضحايا، فإن لله وإنا إليه راجعون. تعازينا لجميع الأسر اللي مشاو لهم، الناس العزاز عليهم، اللي مشاو لهم أحبابهم، اللي مشاو لهم خوتهم. فنبغي نقول لكم اليوم أن المغاربة كاملين خوتكم، المغاربة كاملين أحبابكم، والحمد لله ساكنة أسفي اليوم أبانوا عن الروح الوطنية، أبانوا عن الروح ديال الأخوة وديال التضامن. والمغاربة ما يقدروش أنهم يشوفوا خوتهم مضرين ويتفرجوا فيهم. إذا غادي نوريكم متابعينا الكرام الحجم ديال التبرعات اللي كاينين. اجيو معنا متابعينا الكرام، اذا نبداو بهاد الهوندا من الحجم الكبير. اذا تبارك الله يعني كميه مهمه متابعينا الكرام، تبارك الله الماء، خصوصا يعني الناس كيعانيو من الماء. اذا هاد الكاميونات هادي شباب، شي واحد يحل لنا الطوموبيل نشوفوا التبرعات اللي فيها، باش حتى الناس يطمئنوا على التبرعات ديالهم فين وصلات. اذا الحمد لله باقي الخير في المغاربه، باقي الخير في ولاد البلاد. تحيه لجميع الجنود اللي سهروا على انجاح هاد المبادره هذه. تحيه للسي عبد الجليل الملاحي، تحيه للسي عبد الجليل الواقفي اللي من بين الناس اللي وقفوا من الصباح. اذا تبارك الله السكر، الحليب، الاغطيه كيف ما تلاحظوا، الملابس، الحليب، يعني فالخبز، فهاد لي ترونزيت هادو او هاد لي ستافيت كيف كيعرفوهم المغاربه، فراه ممتلئين عن الاخر. فتحيه لكل كبير وصغير اللي قدم يد المساعده. تحيه لسردوان، سردوان تبارك الله عليك. هذه غادي طيح ماشي مشكل، غير من هنا نوصل، غير باش الناس يطمئنوا على التبرعات ديالهم. صافي صافي تبارك الله الماء، دن كل شيء كاين، الحليب، الماء، تبارك الله. تحية للشافر، الشافر اللي قدموا يد المساعدة. تحية لهذا البطل اللي من الصباح كنشوفوه مقاتل وكنشوفوه كيقدم المساعدة تماما. إذا شحال وصلنا خويا من طوموبيل؟ هذه الثانية، هذه الثالثة، تبارك الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. إذا تبارك الله، إذا كاين الخير متابعينا الكرام. اذا نبغي هذا اللايف يتبارطاج على نطاق واسع، باش ان هذه المبادره تكون في جميع المدن المغربيه، ماشي غير مدينه اسفي. غدا غيتكرر. اذا الاشاره باقي حمله اخرى ديال الخير، غنطلق غدا من مدينه اسفي. اذا مازال الخير قدام كيف كيقولوا. اذا هذه الطوموبيل الرابعه تبارك الله. اذا تبارك الله كيف ما تشوفوا، فهاد السيارات راه من الحجم الكبير متابعينا الكرام، وممتلئين عن الاخير. وباش نذكركم ايضا انه ماشي غير هاد السيارات اللي ماشي غير ترونزيت، يعني هادي الحجم الكبير، وماشي غير هاد السيارات اللي عامرين متابعينا الكرام، او هاد لي ترونزيت اللي عامرين، فراه حتى السيارات الصغار، جميع الناس اللي كاينين هنا كيف ما تشوف، شوفوا تبارك الله شحال من واحد حاضر، كلهم هازين في السيارات ديالهم، في الكوفر ديال السيارات ديالهم، الملابس والاغطيه، وخصوصا الحوايج اللي يقدروا انهم يخسروا. اذا هذه السابعه تبارك الله، سابع ترونزيت. اذا السكر، اتاي، ليكوش ديال الوليدات الصغار، يعني كل شيء كاين الحمد لله. يعني عطونا الراي ديالكم متابعينا الاعزاء، شنو الراي ديالكم في هذه القافله هذه ديال التضامن، هذه القافله اللي انطلقت من مدينه اسفي، قافله اللي كينظموها ابناء الشعب. كنكررها ان هذه القافله ليست لها قبعه، ليست لها اي غايه سياسيه، ليست لها
اي غايه باش ان شي واحد يتصور بها او لا يركب على الموجه كيف كيقولوا المغاربه. هذه قافله نظموها اولاد الشعب، هاد الناس اللي كاينين ونظموها جميع مدينه السكان ديال مدينه ماشي معنا واقيلا ماشي معنا لا ماشي ديالنا هذه بوحدها. اذا تبارك الله يعني كاين الخير تبارك الله. اذا سي رياض انت واحد من الناس رموك، غنشوفوا الرموك حتى هو. انت واحد من الناس اللي سهرتي على التظاهره منذ الساعات الاولى من هذا الصباح، يعني سي رياض شنو الاحساس ديالك وانت كتشوف يعني جميع الساكنه ديال مدينه اسفي كيتوجهوا للفضاء مرجان وكيقدموا المساعده، يعني شنو الاحساس ديالك؟ فخورين بولاد اسفي، فخورين بالناس اللي تجمعوا معنا واللي عاونونا واللي ساندونا بدون شروط، وكلهم وقفوا معنا وعطاو من وقتهم وعطاو من مجهودهم، والحمد لله على هادشي اللي قدرنا نوصلوا ليه. ومازال الخير باقي، الناس باقي كيساعدوا في اسفي ومازال كيجيبوا هذاك التبرعات ديالهم في البلاصه اللي كنا واقفين. عمرو جوج كاميوات. اذا كيفاش جات الفكره ديال هاد القافله هذه؟ هي فكره بسيطه، كنا مجمعين قلنا نمشيو نعيطوا لحبابنا وهذو الحوايج اللي عنده شي حوايجات ولا شي حاجه غادي نجمعوا غير طول بيناتنا. انتم معولين على ستافيت وحده؟ اذا باش نوضح للساده المشاهدين، هي بدات كفكره الحمد لله عمرت الصافيت الاولى، هي فكره عائليه، فكره ديال ولاد الشعب. بسيطه بزاف، بسيطه. هي بدات بفكره خمسه الاشخاص بدات كفكره. الحمد لله عمرنا الطونوبيله الصغيره الكاميو واقفين. باش نوضحوا للساده المشاهدين، عمرت الحمد لله الترانزيت الاولى ولينا قلبوها للثانيه، عمرت الثانيه ولا قلبوها للثالثه، عمرت الثالثه شويه قلبوا على الكاميو ما قلنا لاش كاميو ولينا الرموك. الحمد لله الترانسبور ولاد الشعب اللي هما اللي غيحسب ولاد الشعب. ولاد الشعب كيحسب بهم غير ولاد الشعب. ولكن السؤال المطروح اشخاص كبير، فين هما المسؤولين؟ فينا هم الناس المنتخبين؟ فينا هم رؤساء المجالس القروية؟ فينا هم المنتخبين اللي كيضربوا الكراسة؟ فينا الرؤساء ديال المجالس؟ علاش ما فعلوش؟ اخويا بغيت نسولك واحد المسألة، بغيت نسولك واحد المسألة. نبقاو في سي عزيز اخ نوش، علاش ملي بغى يعني ان الشعب يتضامن معاه والشعب يصوت عليه حرك القوافل ديالو وحرك القفوف ديالو صوب المناطق النائيه وصوب يعني مجموعه من المناطق، علاش ما يبانوش هاد القفوف؟ علاش ما يبانوش هذاك الكم الهائل ديال الكاميونات وديال تماما؟ اين هي قافله جهود اللي كانت عليك تجهد عليه في الانتخابات؟ دابا حاليا غيضارب لك على جوج حوايج، غيزك في المازوط ما تدوي ما تتكلم، راس المال ديالو الشركات ديالو جود رحمها الله وبقى كيجود على راسو، دابا داكشي اللي خسر خاصو يجبدو. والسلام عليكم. اذا شنو هي الرساله ديالك اليوم للمنتخبين ورؤساء المجالس كيف سبق لك وقلتي اولا يعني الناس اللي عندهم نفوذ؟ كاين واحد برنامج في برنامج عمل صادقين عليه، في واحد اتفاقية واحد الميزانيه مخصينا للكوارث الطبيعيه، علاش ما يتمش التفعيل ديالها؟ تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. اذا المتابعين الكرام، يعني هي اجواء عائليه كنت قاسموها معكم هنايا من مدينه الباجه. اذا سي عبد الجليل، سي عبد الجليل الملاحي، انت ممول ديال الحفلات واللي بطبيعه الحال يعني جبتي لي ترونزيت ديالك، فتحيه لك انك وقفتي الخدمه ديالك وقفتي يعني الاشغال ديالك وجبتي الماتيريال ديالك، جبتي كاميو وجبتي لي ترونزيت. ف سي عبد الجليل ما يمكن لنا ان نقول لك الله يعطيك الصحه والله يرحم بها الوالدين كيف كيقولوا المغاربه. اذا شنو الاحساس ديالك سي عبد الجليل وانت كتشوف هذاك الكم الهائل ديال 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 الساكنه ديال مدينه اسفي وهما كيلبيو النداء وهما كيقدموا يد المساعده؟ السلام عليكم. الحمد لله حنا فرحانين بهذا الوجود تاع هاد الناس وهاد الاحباب اللي تسمعوا معنا واللي تعاونوا معنا. حنا كانت فكره مبدئيه النوبه الاولى حنا بالعائله بعضياتنا باش نجمعوا باش نديروا هاد المبادره، ولكن لقينا الحمد لله الناس تعاونوا معنا وساندونا وعاونونا ماديا ومعنويا، ومنهم السيد العامل تاع مدينه اسفي حتى هو حل البيبان وعاون السلطه المحليه اللي عاونتنا وساعدتنا توصلنا للبلاصه. وكنشكروا ساكنه اسفي الحمد لله كاملين بالمجهودات تاعهم كاملين اللي تعاونوا معنا بها. دل سي عبد الجليل باش نوضحوا للساده المشاهدين بالنسبه لهذه الحمله هذه، فراه غتسيب لي مجموعه من الدواوير ماشي غير دوار واحد، غتشيل مجموعه من المناطق وغتشيل المناطق اللي ما قدروش ان شي ناس يوصلوا لهم. يعني انتم مستعدين انكم تقاتلوا باش ان هاد
الامور كل شيء معاوني نعمان الناس تنوصلوا اي بلاصه ان شاء الله بحول الله. يعني الحمد لله بدات كفكره وبالقليل ولا الكثير. يعني اللي باقي باغي دابا حنا سي انوار تبارك الله عليك. سي انوار بعد هذه اول حاجه انت شوف انت واحد من انوار الملاحي تبارك الله. انت من الممولين ديال الحفله ديال مدينه اسفي. يعني شفنا الروح ديال التضامن ديالك، شفنا الروح ديال الوطنيه ديالك، لانك منذ الساعات الاولى من هذا الصباح كنشوفوك يعني واقف ومقاتل وكتحاول انك توفر وسائل النقل، كتحاول انك تقاتل. الدراري خدامه معنا كاملين، الدراري خدامين معنا، يعني كل شيء هاد الناس بزاروا درهم متطوعين، كل شيء خدامين معنا واللي خارج خدامين كلها. اذا كل شيء متطوع من اجل انجاح العمليات ماشي غير اليوم، حنا باقيين معاهم وسهرانين معاهم تنوصلوا. اذا بالنسبه للوجهه ديالكم فين تقريبا غادي تمشي؟ دابا كاين واحد السيد لاصق معنا ولا يورينا الدواور داكشي، هو اللي غيوريكم الدواور المتضرره. الانطلاقه غتكون من تحنا مع 8 الصباح ان شاء الله. انطلاقه معاش غتنطلقوا من هنا دابا؟ غترتاحوا شويه، انا عييتوا كل شيء غيرتاح دابا، انا عييتوا. بالنسبه للمبيت فين غتباتوا سي انوار؟ احنا ما عندناش مشكل، يعني كتضحوا من اجل انجاح هذه التظاهره؟ ما عندناش احنا مشكل، ما غتنعسوش، سهرانين غتعسوا على هذه السلعه توصل لمواليها. هذا الشيء امانه عندنا الحمد لله، توصلوا الامانه ان شاء الله. دي الحمد لله المغاربه ما يقدروش يفوتوا بعضياتهم خويا. باقي الخير باقي الخير، تبارك الله عليك خويا انوار. اجا ميمتي السلام عليكم. السلام عليكم ميمتي. شوف انا شفتك ميمتي وانت كتهزي الكراطون وكتعاونيهم وفرحانه، يعني شنو الاحساس ديالك؟ الاحساس تاعي خويا قديمه، انا معاه طيابه معاه قديمه. عيطات الملاحي الجالي، عيطات عليا ربيعه بنت الصبح قالت لي ربيعه الحاورة ندير واحد اللعيبه. انا معاك شفنا في عينيك واحد الفرحة وفرحانة بزاف، خصوصا فاش كنتي كتجي معايا في السلعة فرحانة بزاف، وخا السلعة ثقيلة عليك كتهزيها. شي تصفيقات على هذه الأمة المغربية؟ لا 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 لا، شوف عطوني شي تصفيقات حارة على هذه الأمة المغربية. فرحانة وعجبني الحال فهاد الشيء. كي جاوك الناس ديال اسفي؟ كي جاوك ميمتي الناس اسفي؟ باقي الامل في الدنيا، باقي الانسان كاين بعدا، باقي الخير باقي الامل، ماشي الانسان نعس، لا الحمد لله، قال بسم الله جا كل شيء جا الحمد لله. يعني ملي لبينا النداء، ملي عيطنا على الناس وجاو شنو؟ ما كنتيش متوقع ميمتي داك الشيء كامل. اقسم بالله انا كان كيخرج انا وانوار ما عندناش، قلت لي انوار يلاه نتقدم، مشينا عطيني جبنا الخير حطيناه، وعرفتي مني رجعنا داك الشيء اللي شفنا تبارك الله يا رب. الحمد لله باقي الخير في الدنيا، الحمد لله ديال الفرحه اللي كان فرحانين. يعني المغاربه ما يقدروش يفوتوا بعضياتهم. انا الاول هاد الناس كاملين. 96 هذا الراجل، 96 هذا الراجل، عاد الملاحي الجالي. انا 96 انت شنو بلاش سي انور، شنو المهنه ديالكم ويمشي طيابه؟ انا علمني هذا الراجل طيابه ديال العرس، طباخه 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 الحمد لله ونشكره بخير على العالميه. احسن حاجه شنو تبغي تقولي؟ شنو تبغي تقولي امي امشي للناس؟ السلام على رسول الله الى جلاله سيدنا محمد، الله معاه الجلاله
الناس. يا ربي يا ربي يا الله يرحم شي دعوة للناس اللي توفاو ميمتي الله يرحمهم بحال ماتوا لنا والدينا بحال ماتوا لنا ولادنا بحال ماتوا لنا ولادي بسم الله بحال ماتوا لي ولاد هذاك النهار حنا ما نعسناش الله يمنعسنا والحمد لله مني باقي الخير الحمد لله كل شيء هاد الناس الله يعطيهم في حياتهم يا ربي يا امين الحمد لله الدور كامل كل شيء شنو تبغي تقولي للناس اللي لبوا النداء واللي جابوا التبرعات وجاو عاونوكم الله يخليهم وليداتهم الله يثبت لهم العجر الشباب اللي عاونوكم الدراري الصغار اللي عاونوكم في الشارج كلشي عاون معاونه كلشي الله يرحم الله يا ربي 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 يا تبارك الله عليكم. إذن متابعينا الكرام متواصلين معكم من خلال هذا المباشر من مدينة البيجة ومن مدينة مراكش. إذن معنا الأخ عبد الجليل. عبد الجليل إذن عبد الجليل أنت من الشباب الأولين اللي شفناك واقف شفناك حاضر شفناك يعني كتبذل الطاقة ديالك كاملة من أجل إنجاح هذه القافلة اللي كيف سبق لي وقلت لك لقبناها بقافلة الخير لأنها ما كتمثل حتى شي جهه معينه ما تتمثل مسؤول ما تتمثل فاعل اقتصادي ما تتمثل سلطه ما تتمثل حتى شي واحد هي قافله ديال ولاد الشعب قافله اللي بداوها ولاد الشعب ونجحوها ولاد الشعب من القليل ولا الكثير ومن الكثير الحمد لله غادي نعاونوا به مجموعه من الدواوير اللي محتاجه المساعده واللي تاثرت بطبيعه الحال في هذه الهزه الارضيه اللي ضربت بلادنا. اذا الشعب جيلي شنو الاحساس ديالك وانت كتشوف ولاد البلاد تضامنوا مع بعضياتهم؟ هذا اول حاجه كنشكر الاخت ربيعه هي اللي عيطات ليا مع الصباح مع ديك 11 كانت المبادره ديالي هي انني اتصلت بالاخوان ديال الصحافه الاصدقاء اللي نشروا الخبر ومن تمايا يعني كان داكشي كثير بزاف تبارك الله اللي ما كناش كنتخيلوا كنا ناويين نعمروا واحد الصافيط وحده حتى ولينا بزاف ديال يعني الصافيط جا السي مولاي حبيبي دعمنا حتى هو ب دعمنا ب ترونسبور جاو شي اخوان كانوا بغاو يركبوا على الموجه ولكن ما خليناهمش يركبوا لينا على الموجه لانه هذا الشيء ديال من ولاد الشعب غادي نبيه ولاد الشعب الله يرحم من مات يعني الناس بزاف الملاحة راسهم بزاف الناس إذا عبد الجليل عبد الجليل ملي شفتي يعني داك الكم الهائل ديال المواطنين جاو ولبوا النداء ومقاتلين باش أن هذه القافلة تنجح شنو باش حسيتي؟ أول حاجة ملي جاو دوك الناس اقسم لك اني ملي جاتني واحد الطبوريشة اللي رجعت للور وليت كانني ما كاينش مع دوك الناس وليت غير كنتفرج فيهم يعني ما عمرني كنت كنتخيل بانه ولد الناس ديال اسفي حفاوه طيبوبه وبهذه الحفاوه وبهذا السخاء هذا بطبيعه الحال ليس غريب على ولد اسفي وعلى ناس اسفي واحد المنظر اللي ما شافو حتى شي واحد واحد السيده جات مسكينه مدت لي قالب ديال السكر عرفت شنو هي قالب ديال السكر يعني السيده كون كان عندها علم الله اش كانت بتعطي يعني تخيل معايا مراه عندها قالب السكر يعني تخيل معايا الحاله ديالها حتى هي الله اللي عالم بها حتى هي تلقاها زامن الصير ديال الدار وجابت قالب ديال السكر وكنشوف وحدين اخرين عندهم فلوس صحيحه وجاو كانوا باغوا غير يتصوروا جاو غير تصوروا وداروا لايفات وداروا سيلفيات حدانا ومشاو الناس وكاينين الناس اللي ما بانوش في الواجهه كاينه اللي صيفطوا في لي كونتينر ديال الحليب ما عرفناش شكون هما صيفطوا 40 80 باكيه ديال الحليب وما عرفناهمش لحد الان شكون هما الناس اللي باغا الخير الناس اللي باغا تلقى الله سبحانه وتعالى هذا الناس باش عاوننا باش درنا المازوط وهذا وما عرفناهمش كاين الناس اللي عاونوا ما بغات تبان وما عرفناهم علاش هذا الشيء انه كانوا فيه واحد الناس هذا الشيء اللي نظموه كانوا شباب وكانوا الناس اللي ولاد المدينه اللي تاقوا فيهم السكينه وبيناتهم الملاحين وبيناتهم الناس ديك السيده الحيه ما نساوش الزملاء الاعلاميين اللي كانوا مرابطين امام
اسواق مرجان، يعني واللي بطبيعه الحال بذلوا واحد المجهود كبير من اجل انجاح هذه القافله هذه. وجهوا النداء اول حاجه كيف ما قلت وبديت بها الموضوع، هو الزملاء الاعلاميين راهم لو ما كانوش هما ما كناش نوصلوا لهذا الشيء، راهم اللي شاعوا الخبر، لا هما ولا الاخوان المؤثرين في الانستغرام ولا الفيسبوك، راه كل ما كانوش حتى هما راه ما غاديش نوصلوا لهذا الشيء. راه زعما كانوا قدام ماشي عوائق، ولكن الحمد لله ملي شافوا الخير قدام، ملي دخلت السلطه ودخلت العماله، يعني سيد العامل حتى هو وصى علينا وكانت الامور مزيانه، تما فين كبرت الامور وزادوا بالقليل ولا كثير الحمد لله خويا الجليل، وسخروا لنا الامور وتيسرت الامور وباقي الخير القدام. كنشكر جميع السلطه، كنشكر الصحفيين، كنأكد على الصحفيين، لو ما كانوا الصحفيين ما كناش نوصلوا لهذا الشيء. بارك الله عليك خويا عبد الجليل. كاملين اللي عاونونا بالترونسبور، وشكرا للناس اللي داروا فينا الثقة ديالهم، لأنه الثقة شي وحدين راه ما بقاوش خلاو الثقة. راه يعني راه باش تجمع هذا العدد وهذا الكم من المساعدات راه ما ساهلش. راه تبارك الله راه تكون شي 30 ل 40 مليون ديال المساعدة. قليله ياك سي قريب كاين كاين زياد وزياد، وراه الله قرب شحال ديال المتبرعين تبارك الله، راه كاين تبارك الله العدد. انوار شي حاجه لانسي انوار هضر. اجا الشباب السلام عليكم شباب، اجا شباب، انت واحد من الناس او واحد من شباب ابناء المدينه اللي ارتأيت انك تجي وتقدم يد المساعده، كيفاش سقتي الاخبار، كيفاش جيتي، كيفاش عاونتي، عاود لنا. السلام عليكم ورحمه الله. عبد الله، اول حاجه كنشكروا الناس كاملين اللي حاضرين هنايا. عبد الله، كنشكروا سكينه اسفي كامله اللي ساهمت حتى هي، وهاد الناس واحد واحد، وهاد الناس واحد واحد، كلشي بذل مجهود، كلشي خلى والديه، خلى وليداته، خلى اصدقاء ديالو باش يجي يتطوع على هاد الشيء هذا، وحنايا جنود مجندون ان شاء الله باش نعاونوا دوك الناس ودوك السكينه كامله باش ما نمشي ضرر. والله يرحم الناس اللي ماتوا، والله يشافي الجميع، والله يعطي لهاد الناس صحيحتهم باش يكونوا مع دوك الناس، وباقي الخير ان شاء الله في البلاد. كنشكركم كاملين من قلبي قسما بالله، لان هاد الناس كاملين يعني كتحس بواحد المساله، كتحس بواحد الجو اسري عائلي. ما كتحسش بواحد براني على واحد. كنحس بالمغاربه، كنحس بالمغاربه، هما راه غادي الناس كاملين غادي يفهموا، كنحس بالمغاربه بانهم مغاربه بصح، فهمتيني؟ يعني كاين واحد هذه الروح الوطنيه، روح وطنيه، فهمتيني؟ يعني انا ما عمرني حسيت، يعني في اي ظرفيه غتلقى خوك المغربي في جنبك. يعني دابا حسيت بان المغاربه كيتضامنوا مع بعضياتهم، وما كيخلوش واحد منهم يطيح ولا، فهمتيني؟ يعني كلشي متضامن. شكرا لكم بزاف، شكرا لك انت يا حضرتك، تحياتي، شكرا بزاف. اذا بغيت شي رساله من 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 شاب مسفيوي غيور للمسؤولين اللي ما شفناهمش فهاد 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 القافله تضامنيه. الرساله الوحيده اللي غادي نقولها هي شوفوا شويه من حالنا، شوفوا شويه من حال الناس هادو، وعيقوا كيف ما كيقولوا. تبارك الله عليك، بلا ما نسميه يعني عيقوا. تبارك الله عليك، الله يحفظك الشيخ. اذا السلام عليكم. اذا شوف شوف شوف، بلاش 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 بلاش، شوف انا شخصيا بغيت نقول في حقك واحد الكلمه. اذا شعيبه معروف عند ساكن مدينه اسفي، يعني صاحب مطعم صغير. اذا جيتي اليوم وقدمت يد المساعده، وما كفاكش انك تقدم المساعده، مشيتي جبتي حتى الماكله للناس اللي جاوا باش انهم ما يبقاوش بالجوع، خصوصا ان الناس كاين اللي باقي لحد الان بلا فطور بلا غدا بلا عشاء، كاين اللي من فطور ومن الصباح وهو واقف. الشباب بطل، شباب شنو الاحساس ديالك وانت كتقدم المساعده لهذ القافله هذه؟ شكر السعد الجميل وسي صفوان وسي انوار والطاقم كامل ديال الملاحي. سير اي كمل، احنا في اللايف. انا ما صبح تحت الفكره عشان بحال كتريني البوكس، راه خلعتيني انت قاعد دير بحالك. سير انا كتبت ديريكت ملي طلعت، لقيت سي صفوان ولقيتكم نتوما، قال لي شكون يتطوع بطروبيل، قلت انا كاين، انا موجود. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك الشباب، تبارك الله عليك.
تبارك الله عليك. اذا متتبعينا الكرام، متتبعي ومتتبعات قناه سافي جود، لازلنا معكم من خلال هذا المباشر من قلب مدينه البيجا ومن قلب مدينه مراكش. شباب السلام عليكم. شباب عرفنا بك خويا، واحد من الشباب ممول ممول الحفلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم. امين. درنا هذا الشيء كامل درناه، كتشوف بان الشعب المغربي عامة انهم توحد، انه غادي في اتجاه واحد، وهذا الشيء ماشي غريب علينا كمغاربة. وكنشكر اي من ساهم، لا من بعيد ولا من قليل. الله يرحم موتانا. اذا باش نذكر جميع الساده المشاهدين ان القافله ديال الخير فهي تقسمت على جوج، النص مشى لشيشاوه والنص طلع لنا واحد مراكش. فكاين مازال متابعينا الكرام، كاين مازال مجموعه من لي ترونزيت ومن شاحنات اللي توجهوا لمنطقه شيشاوه. شباب دكتور الله يحفظك. الشباب الصغار اللي غادي يعاونونا، شوف الناس اللي جايين، شوف الدراري قداش جايين من اسفي. تبارك الله. شوف الدراري الصغار، الشباب جاو من اسفي. الله يعطيكم الصحه الدراري. شوف هذا قداش جاي من اسفي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هذا قداش جاي من اسفي. شوف هذا قداش جاي من اسفي. ها تبارك الله. هذا جاي من اسفي. هذو هما جنود الغد. اذا تبارك الله، ما نساوش يعني رموك. ما نساوش واحد الشركه اللي قدمت لنا. تحيه لسي الغندور. اللي شاف طبيعه الحال المباشر ديالنا وجا وقدم المساعده. وما دخلش علينا لا بمساعده ماديه ولا معنويه، واتصل بي انا شخصيا قال لي السريد اي حاجه بغيتها في الترونسبور انا موجود، من رموك حتى لربعه الساكن حنا موجودين. والحمد لله راه وفر لنا هذه الخدمه، تعاون الله يرحم ليه الوالدين وتعاون معنا والله يجازيه بخير. وراه باقي دابا تا هو في الخدمه واتصل بيا قال لي اذا كانت شي حاجه عيط لي صافي، وداك الشيء الاخر اللي باقي تما وصيفطوني. تبارك الله عليك خويا رياض، تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. اذا متابعينا الكرام، متابعي ومتابعات قناه سافي جود، لازلنا معكم من خلال هذا المباشر ديال قناه اسفي جود. اذا تحيه للسردوان. السردوان انت من الناس المرابطين منذ الساعه الاولى من هذا الصباح، وكنشوفك انك كتهز بيدك وكتقدم المساعده، فتحيه لك ربيع. اجي اختي، من الصباح كنسمعوا ربيعه 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 ربيعه. انت مولات الفكره. كيفاش جات اختي ربيعه الفكره؟ الصراحه انا كنت غير كنتفرج في الفيديو ديال الناس سميتو صافي. فقط الصباح قلت لراجل واش نمشيو انا وياك لمراكش، كانت غير فكره صغيره الصراحه. فاش عيطت للاب ديالي قال لي واخا ماشي مشكل يكون ترونسبور، وحطينا واحد لاروس في انستغرام والناس لبوا الدعوه وجاو، وانتوما ساعدتونا بلي لايف اللي درتو. وحنا كانت غير مبادره صغيره منا، كنشكروا الناس اللي تعاونوا معنا وجابوا لنا المواد الاساسيه وساهموا معنا حتى هما باللي قدروا عليه، كنشكرهم بزاف. هذا الشيء راه غادي يكون، غادي يوصل امانتكم، غتوصل عند ماليها. كونوا على يقين كل درهم ديالكم غيمشي للمحل ديالو. كنشكر الناس بزاف كاملين اللي تعاونوا معنا، هذا الشيء اللي نقدر نقول. تبارك الله عليك اختي ربيعه. اذا متابعينا الكرام، يعني شوفوا تبارك الله الحجم ديال التبرعات اللي وصلت لمدينه البيجا، اللي وصلت لمدينه مراكش. رموك جوج ديال لي كاميون صغار، لي ترونزيت، القافله مازال مستمره. اللي بغى يقدم المساعده يتوجه لمرجان غدا ان شاء الله. غدا راه غيجوا جوج ديال الرموكات، غدا جوج الرموكات غيجوا ان شاء الله. فنتمناو اننا نشوفكم متابعينا الكرام، نشوفكم حاضرين ناظرين، نشوفكم كتقدموا المساعده. وما نساوش تحيه كبيره لهاد الام المغربيه، هاد الام اللي نموذج ديال الام المغربيه اللي كنشوفوا، يعني كنشوفوا بعينيها واحد الفرحه، كنشوفوا بعينيها واحد الفرحه كبيره وهي تتقدم المساعده. فهي ام لكل المغربي ومغربيه. اصغر واحد تبارك الله، اصغر واحد وصل مراكش. اش غادي تدير؟ اش غادي تدير؟ شفنا بناء الاضاءه. انا لله وانا اليه راجعون. تبارك الله متابعينا الكرام، هي اجواء اسريه، اجواء عائليه، اجواء تضامنيه تنتقاسموها واياكم من خلال هذا المباشر ديال قناه صافي جود
قناة شاب، ومازال غادي نقربوكم متابعينا الكرام كل كبيرة وصغيرة، وغنقربوكم أيضا من اللحظة ديال الوصول هذه القافلة للمناطق النائية، المناطق الآيلة للسقوط، المناطق اللي درات من الهزة الأرضية، المناطق اللي تأثرات، المناطق للحدود ساعة كتقاوم في صمت، المناطق للحدود ساعة مازال تتوجه نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الإنقاذ ديالها، ومن أجل يعني أنهم يبعثوا لها وسائل لوجستيكية، وسائل ديال النقل، وسائل ديال الإنقاذ. تحية للجنود المرابطين بجميع الدواوير المتضررة من هذه الهزة الأرضية اللي ضربت بلادنا. تحية لرجال الوقاية المدنية، رجال الدرك الملكي، رجال الأمن الوطني، رجال الوقاية المدنية. فتحية لجميع جنود هذا الوطن، جميع حماة هذا الوطن. فما يمكن لنا إلا نقول لكم أن المغرب يعني فيه الخير، المغاربة ما يقدروش أنهم يفوتوا بعضياتهم. إذا كان معكم متابعينا الكرام صحفي أسفي قلت سامي بن سليمان، دمتم في رعاية الله وحفظه.